معكم مازلنا ماصين معكم في لوديسيت 20 حتى للثمانية. باش نحكيو توا على حاجة جديدة في بلادنا لأول مرة، أول ماجستير دولي في مجال الاقتصاد الدائري في صفاقس. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع ذا، لكن قبل هذا خرحب بضيفنا اللي جاء بحثنا، وذي حاجة تفرحنا برشا وقت يجي بحثنا واحد من الكفاءات التونسية في بلادنا، واللي عنده شعاع كبير برشا، وسيم شعبان خبير في مجال الاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات والتلوث البحري. مرحبا وسيم. مرحبا بك اسامه، مرحبا بكل المستمعين. صباح الحمد لله، لاباس عايش. طبعا نحكيو معك على الاقتصاد الدائري، المجال هذا اللي اصبح اليوم توندونس كبيره برشا في العالم. لكن قبل هذايا معنا بالتليفون البروفيسور محمد الكسيبي عن المعهد العالي للبيو تكنولوجيا بصفاقس. مرحبا بروفيسور محمد الكسيبي على اكسبريس اف ام. مرحبا بك اسامه، شكرا على الاستضافه ونستضيفك وسيم. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. دونك ماجستير دولي في تونس في مجال الاقتصاد الدائري، خلينا نحكيو على الماجستير هذايا والفكره. الفكره لاول مره هي في 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 تونس وبالتحديد في صفاقس. صحيح، هي في الواقع جات الفكره وليده الظرف، يعني اتضح بالكاشف انه تقريبا عنصر من عناصر من حل المشكل هو، او من المشكل في حدات ومشكله النفايات، هو عدم وجود الكفاءات. رغم تستغرب انت تقول على ما كوننا وكذا، ثم كفاءات في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات اللي احنا مازلنا ما خلقناهمش في الجامعه التونسيه. دونك قلنا احنا كمكونين وكجامعات دورنا هو باش نكونوا هالكفاءات هذه، وهذا جاء تجربه سنوات، لانه تقريبا كل المصبات اللي تعملت في تونس عملت بالموجود. اليوم العالم انفتح على انه ما عادش النفايات نكبوها فقط، وانما قبل ما نكبوا اذا ثم كبان يكون ثم معالجه، والمعالجه هذه تدخل في دوره اقتصاديه كامله اللي ما يعبر عليها بالاقتصاد الدائري، اي انه كل معناها منتج خلقه الانسان او معناها كونه او جابته الارض وكذا عنده دوره اللي هي نجم الاستفاده من بقايا من نفايات ومن كذا. فهذا حبينا نكونوا الطلبه في المجال هذا، اللي هو من المفروض انا شخصيا رايي يكون حقه في التكوين الهندسي. يعني نجم ناخذوا المهندس في الجيني سيفيل يكون عنده جانب من تثمين النفايات والاقتصاد الدائري، لكن اليوم في غياب التكوين هذا المعهد العالي بالتكنولوجيا يعني طرح الفكره هذه وخدم عليها، ووقع تأهيلها من لجنة الكيمياء، اللجنة الوطنية للكيمياء. يعني ما هوش احنا ما نصنعوش وحدنا، وانما نقدموا المشاريع، وقع الموافقة عليها وتأهلنا فيها منذ السنة الماضية. لكن ثم بعض الجوانب اللوجستيكية ما كانتش حاضرة، والتأهيل جانا في اوت 2022، دونك ارتئينا بان ننطلقوا ان شاء الله في 6 نوفمبر المقبل في التكوين في المجال هذا. واضح. بعد الخبر هذا رينيه تبارتاجا برشا سي محمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وفما وكانه فما رضا، فما معناتها فرحه. رينا زاد برشا طلبه تسائلوا عليه، معناتها كيفاش باش يكون بالضبط، معناتها الانطلاقه كما كنت تقول في سبتمبر. دونك الدفعه يمكن اول دفعه باش تكون في الماجستير هذه، معناتها في سبتمبر فعلا هي اول دفعه. احنا المعهد يكون في مجالات عده، منها البيوتكنولوجيا والبيئه والصحه وغيره. هذا ماجستير مهني باش تبدا الامور واضحه في اختصاص تثمين النفايات الصلبه والاقتصاد الدائري. المجالات اللي باش يقراوها الطلبه عديده، عناصر الاقتصاد الدائري والاداره المستدامه للنفايات، تمويل اداره النفايات والاقتصاد الدائري، نظرة عامة حول اللوائح والمعايير الوطنية والدولية للاقتصاد الدائري وإدارة النفايات المستدامة، أنواع النفايات، تصنيف إلى ذلك. هي معناها تكنولوجية، ولكن ثم جانب نقولوا عنده على ترانسفيرسال، اللي هو كيفاش نجموا احنا من النفايات نربحوا، يعني مش فقط أنه نتخلصوا وإنما نربحوا. وعدة المجالات احنا باش نكونوا تو، باش نبداو فريق معناها طلبة عدد تقريبا ما يفوتش ال 20. بملاحظه وقالوا راهو التدريس حسب نظام امد، راهو ماهوش نظام، هو فقط ماجستير دولي، اني بالتعاون مع جامعه عريقه في الميدان، جامعه روستوك في المانيا وبعض الجامعات الاخرى اللي ممكن تدخل. التكوين هو تكوين كما التكوين
الأكاديمي يعني بالأشغال المسيرة والأشغال التطبيقية والدروس والمناها والذي بيجي تدران اكسترا والمخابر فقط اللي هو جديد هو كذلك التدريس مش يكون باللغة الإنجليزية يعني هنا نركز على الموضوع باللغة الإنجليزية وعندنا والحمد لله الكفاءات في المعهد في خارج المعهد وزملائنا الأساتذة من جامعة رستوك ومن جامعة أخرى باش يجيوا يا يدرسوا عن طريق معناها الأونلاين يعني بالمحادثة ويكونوا احنا موجودين مع الطلبة للتأطير فهذا هو الانطلاق إن شاء الله. شنو آخر يعني باش يكونوا قلت أنت معناها شافت أنه بارتجوا برشا ويعني لأنه الحقيقة هو حتى نحن ما نش مصدقين أنفسنا يعني رغم اللي احنا قمنا بموجودات ومستعدين أما مسؤولية لأنه تكوين هذا باش يكون تكوين أن دو بلوس يعني تكوين زايد في الجامعة التونسية وأنا مش نحاول يكون باش يكون تكوين اللي عنده مردودية مباشرة على الاقتصاد وعلى المنتجات في تونس. واضح يا سيدي، يعطيك الصحة بروفيسور، بارك الله فيك بروفيسور محمد الكسيبي عن المعهد العالي للبيو تكنولوجيا بصفاقس. دونك كما قال سي محمد وكنا نسمع فيه وسيم، دونك باش يبداو بعدد 20 معناتها 20 طالب يمكن يبدا في الماجستير، هذه حاجه باهيه برشا. اليوم نحكيو على المجال هذا، مجال اصبح اقتصادي بيئي بالاساس وتوندونس كبيره برشا يتحكى عليها في العالم. أكيد أكيد، وشكر سي محمد على تقديم الماجستير. في حقيقة يعني كان يعني توجه كامل يعني من جامعتين، جامعة المعهد العالي بالتكنولوجيا بصفاقس، جامعة صفاقس المعهد العالي بالتكنولوجيا بصفاقس وجامعة روستوك الألمانية، وكان الهدف واحد هو أنه مشينا الكل وتأكدنا أنه لا هروب من أنه يكون عندنا ماجستير يمكننا من تطوير الكفاءات اللازمة لي سواء أن يكونوا ناس مش يشتغلوا في المجال هذا في على معناتها تقنيا، سواء أنه نعملوا فورماسيون متاع لي ديسيدور متاع المستقبل إن شاء الله في تونس في مجال التصرف النفايات والاقتصاد الدائري، خاطر أكيد يعني هو قوة المجال هذا هو في أخذ القرار، وأخذ القرار لازمه يعني دي دوني، ولازمه تعرف كيفاش تعمل الاناليزم تاع لي دوني هذوما اللي يكونوا ديسبونيبل. يعني التوجه كان واضح أنه مع الأزمة متاع صفاقس اللي موجودة، مع بعض الحاجات اللي خلاتنا نمشيو في التوجه هذا متاع أنه ماجستير مهني دولي، الكلمة الدولي الانفتاح على الجامعات الأخرى، الانفتاح للطلبة من جامعات أخرى، وبالطبيعة هذا مش يمكن الماجستير هذا بالطبيعة دولي، لكن حاولنا مش نحاول أنه يكون يتم التنسيق متاعه ويتم التطوير متاعه من عام لعام إن شاء الله. حتى مش يكون نفس الشيء في بالنسبة للعام الجاي، أكيد مش يكونوا فما مش نشوفوا مش نحاولوا نحسنوا كل عام باش يكون عندنا ماجستير يشمل كل المجالات اللي تخص الاقتصاد الدائري والتصرف النفايات. قل قائل شو معناتها اقتصاد دائري؟ الاقتصاد الدائري هو مثال يعني اقتصادي معناه يمكن من أنه باختصار أنه نقلصوا من الهدر متاع لي ريسورس اللي عندنا في يعني خاصة الموارد الطبيعية اللي موجودة. الاقتصاد هذا بالطبيعة يمكن عن طريق وسائل مختلفة من ممكن نستعملها باش نوصلوا لزوتي متاع ليكونومي سيركولار اللي هو تمكننا باش سواء نخلصوا سواء يعني نحسنوا توظيف هذه المواد هذه باش من بعد بالطبيعة يتم الحفاظ على البيئة. والكونسيبت هذا مش فقط بعد الاستهلاك، الكونسيبت هو من الانتاج لي برودوي، يعني يبدا من استخراج المواد الاوليه الى نهايه حياه المنتج. وفي الحقيقه هذه فما برشا دي زوتي اللي هما سواء البريفونسيون احنا نحاولوا نتفاداو النفايات، سواء كيف فما الريباراسيون تاع لي برودوي، اعاده الاستعمال، اعاده
تكييف البرودوي في في في, في استعمال اخر، الى ان نصل اذا كان عن يكون عندنا منتوج يكون عندنا ديشي يوصل النفايات، وقت نحاولوا باش نحاولوا النفايات هذه نحاولوا نرسكلوها، نحاولوا معناتها اعاده التدوير، اعاده الاستعمال، واعاده معناها توظيفها في مجالات اخرى. في مجالات يعني هذا هو شين كامله من سواء معناتها اذا كان قبل انتاج النفايات اللي هي معناها الفاز الاولى، اذا كان صار عندنا نفايات معناتها نفايات منتجه ما بعد انتاج النفايات هذه فاز واحده اخرى، وعاده يكون ما بعد انتاج النفايات هو المرحله الاصعب والمرحله اللي هي حساسه نقولوا احنا في اللي يتكلف الحكومات برشا فلوس، وحتى اذا كان نحكيوا على الرسكله وحتى كان نحكيوا على الجيستيون دي ديشي بصفه عامه هي تكلفنا برشا فلوس، وهي عمليه مكلفه. لذلك احنا نخيروا ديما في مجالات في الاقتصاد الدائري عامه نخيروا انه يتم الخفض النفايات، يعني معناها نحاولوا ما نجوش نفايات، نحاولوا نخفضوا الاستعمال نتاع الموارد نتاعنا باش نوصلوا معناها نخفضوا الماكسيموم الامباكت قبل ما يكون عندنا دي شيء محطوط في يعني منتج، وهذا مش يكلف كما قلت لك معناها الدوله برشا فلوس وامكانيات كبيره. كانت عندك تجربه في المانيا، المانيا اليوم معناتها اكزامبل معناتها من البلدان السباقه معناتها في الاقتصاد الدائري في لي بروجي سيرتو كي نحكيو على البيئه وغيره، معناتها شنو الحاجات الجديده اللي تراها انت معناتها اليوم المانيا تنجم ناخذ منها معناتها التجربه او الفكره؟ والله التجربه الالمانيه معناها فيها النجاحات الكبيره، يعني اغلب النجاحات كبيره، وفي حاجات اللي هي ما نجحتش فيها المانيا، يعني مش نكون واضحين، لكن الحاجات اللي نجحت نجموا ناخذوا منها، والحاجات اللي ما نجحتش فيها كيف نجموا ناخذوا منها. للاسف احنا في تونس تو اي حاجه ما تنجحش ولا بروجي بيلوت ما نجحش نخليه ابار، هذاك ما نجحش نمشيو للي بعده. الوغ انت لازمك من الفشل هذاك لازمك تخلق نجاح، يعني هذه نقطه مهمه برشا. المانيا نجحت العديد من المجالات خاصه التكنولوجيا، معروفه المانيا بالتكنولوجيا وبالتقنيات المتطوره نتاعها، وخاصه وهذا وصلت له بعد وقت طويل من التجارب، يعني قبل ما يكون فما تكنولوجيا معينه تحط في السوق والا تبدا معناها استعمالها في المانيا يتم معناها المشاريع النموذجيه تكون معناها تستعملهم المانيا، تحاول لماكسيموم تتعلم من المشاريع النموذجيه قبل ما تحطها في السوق. اكيد معناها نقطه مهمه برشا في المانيا وقوه المانيا هي اليونيفرسيتي، هي الطلبه نتاعها، يعني الطلبه هما اللي في المانيا في اغلب الاحيان هم يحلوا المشاكل نتاع الاندستري، ياخذوا من عندهم لي بروجي. بالطبيعه الاندستري تلوج على البروجيات، عندها بروجي عندها اشكال، البلديه تكون عندها اشكال، في عديد من الاحيان يتم اللجوء للجامعات، والجامعه هي تحاول بطبيعه تمويل سواء عن طريق تمويل اكتيفيتي معينه او تمويل طالب من الطلبه في الماجستير او في الدكتوراه باش يحل المشكل هذا وباش يوجد حلول مستدامه والمانيا يعني تتعلم منها كما قلت لك في التكنولوجيا والا في السياسات، خاصه في السياسات، خاصه السياسات التنظيميه تنظيميا او ماليا كذلك، يعني هذه النقاط اللي ممكن دونك لهنا معناتها الشراكه ما بين انه تاخذ الفكره نتاع الطالب وغيره والدوله انها تتعامل مع الافكار الجديده، خاطر ديما الافكار نتاع الطلبه تبقى ميزاجور ومواكبين معناتها التطورات والتغيرات. الوقت يزرف فينا وسيم، حنكمل معاك الماجستير هذايا معناتها الدولي، كيفاش تراه القدام؟ شنو ينجم يزيد للطلبه؟ شنو ينجم يزيد الجامعة صفاقس او تونس معناتها في العموم؟ والله هو الحاجه الفورماسيون في حد ذاتها، يعني فورماسيون فريده من نوعها، تجمع بين يعني سبيسيفيسيتي نتاع الفورماسيون في تونس والخبره نتاع جامعه روستوك في هذا المجال، في يعني في معناتها تيب معين من لي فورماسيون هذوما اللي تعودت تعملهم في الوطن العربي. الجامعة بين الاثنين، دونك فورماسيون متكاملة تجم تمس كل ما يخص تصرف النفايات والاقتصاد الدائري، فما بعض الحاجات الاخرين للاسف ما اخترناش ممكن نضيفوهم في الفورماسيون هذه، مي كيما قلت لك بالوقت باش نحاولوا نمسوا لي زاسبي الكل نتاع الاقتصاد الدائري وتصرف النفايات. نقطة مهمة برشا، الطلبة اول حاجة هي كيما قال سي محمد باللغة الانجليزية مش تكون الفورماسيون هذه،
يعني هوني عندنا يعني الاسبي هذا مهم برشا بالنسبه بالنسبه للطلبه، مش تكون فما فورماسيون متكامله، مش يكون الانفتاح على جامعات اخرى، مش يكون لي شونج مع جامعات اخرين، وخاصه مش يكون فما اساتذه من يعني معناتها اكفاء في من 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 جامعات دوليه وخاصه من المانيا، مش يكونوا موجودين، نحاولوا يكونوا موجودين في تونس لفترات معينه لتقديم دروس معناتها بالاخص في مجالات دقيقه جدا. حاولوا مثلا مده اسبوع يكون فما بروفيسور يجي من المانيا مثلا يقدم دروس في النفايات الخطره، ولا في التصرف في النفايات الخطره، والا في كيفاش نعملوا ان موديل فينونسيي متكامل للتصرف في النفايات وغيره. يعني برشا حاجات اللي المانيا قدمت فيهم، ويكون فما معناتها اساتذه كبار في العالم يمكنونا، ممكن يمكنونا من انه ناخذوا عرفت حاجه جديده وافكار جديده اللي بالحق ما كان الطلبه نتاعنا مش يستفادوا برشا، ومش يبنيوا بالطبيعه على الفورماسيون هذه، مش يبنيوا للسنه الثانيه ماجستير. ونحاولوا ان شاء الله عن طريق التكامل زاده كيف كيف مع الدوموند نتاع الاندستري، والا الدوموند نتاع البلديات، ولا الدوموند نتاع الوزارات في تونس، انه ادماج الطلبه هذوما نهار اخر ان شاء الله لما لا في اخذ القرار او في دعم اخذ القرار عن طريق معناها لي دوني نحطهم ديسبونيبل لصناع القرار في تونس. صحيح، والطلبه هذوما ينجموا نهار اخر زاد يولي هما الاساتذه اللي بطبيعه اللي يبنيوا جيل جديد في الاقتصاد الدائري. يعطيك صحة وسيم. شكرا. بارك الله فيك وسيم شعبان، خبير في المجال الاقتصادي الدائري، التصرف النفايات والتلوث البحري. تود سويت الموعد مع الاخبار 7:30، راجعين معكم.